私が来た。يو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جايز، كيف الأخبار؟ عاملين إيه؟ الحمد لله وشكر لله، أتمنى تكونوا بألف خير بألف عافية. اليوم جينا علشان نعمل سامنز على الشخصية الجديدة إيليتي، الشخصية اللي صفراء على ما أظن، صحيح؟ صفراء؟ شخصية يعني نعم شخصية صفراء، الشخصية شفنا التريلر بتاعها أو بي، يعني عندها شلدات كثيرة في سكيلز بتاعها، بس ما بنصح بها لانه اقتربنا يعني لسه في الباتش زورو على ما اظن زورو لوحده. سو اذا انتم عايزين تمشوا على إيليتي ما بنصحكم، يعني حاولوا تخبوا يعني التكتات بتاعكم علشان تجيبوا زورو بسهوله، لانه الشخصيه راح تكون احسن من يعني احسن من إيليتي. للحين راح نعمل السامنز وفي الاخير راح نتكلم يعني على الشخصيات وكذا الباتشات وحاجات نختم بها الفيديو. للحين راح نبدأ ونشوف إذا بتجينا يعني بسرعة، لأني ما عايز استخدم الديفل فروت، لأنه كما تعرفون الشخصية لازم تجيبها يعني ما لازم تفوت يعني 60 تيكت على البانر، لأنه إذا فت 60 على البانر راح استخدم الديفل فروت وأنا ما عايز استخدم الديفل فروت. نبدأ بسم الله ونشوف اول حلقة. كما تعرفون ما راح تجيك الشخصية SS في اول سامن، انا بعرف الشركة يعني كلبية ما راح تعطيك الشخصية يعني على طول. نعم اسكيب، صحيح ما راح يجيك الشخصية يعني في اولها. نعمل اسكيب، اوكي الصمن الثانية، الصمن الثانية من الأربعين إلى الفوق بتجيك الشخصية. نعمل يعني نرسم أي حاجة لأنه ما هذا الرسم يعني ما بيفيدك ولا شيء، بس يعني تستنى على ما يبدأ الصمنز وكل شيء. راح نكتب إيليتي، نشوف هذه السامن الثالثة، كذلك ما راح تجي الشخصية في السامن الثالث. نعمل سكيب كما شفتوا للحين في الأربعين، هنا يبدأ يعني الريتم يطلع، الحد يطلع وكذا تقدر تعمل يعني جيك إيليتي. شو راح نعمل؟ راح نرسم هذيك الكلبية اللي عندها اللي فيها شوك، تضربك بيها ما تشوف النوم. اوكي للحين هنا يبدا الحد ويبدا الشركه بتقول لك تعال تعالي ممكن تجيك الشخصيه اساس. او شو هذا؟ هذا شخصيه الاس، اوكي ولا شيء في الأربعين للحين الخمسين. بليز مشكلة هذه لما يعني تعمل سامنز في البانر لازم تتسنى الى 45 ما فوق، وكثير مرات تجيك بستين او سبعين. بيتان، نكتب بيتان شوف اذا بيجي ولا لا. هي بتحب بيتان، ممكن ولا شيء كذلك. راح يا زورو ممكن انت يعني الشخصية الجاية، ولا شيء. للحين راح نبدأ ندخل في الديفل فروت. بليز هذه اظن على ما اظن الستين، هذه صحيح الستين. راح نعمل نقطة، اوكي بليز معايز يعني استخدم الدبل فروت، عايزين نجيبه بيها يعني الشكل.
بس اذا ما عند... اذا ما جبنا يعني ديفلوب ما كانوا عندنا كلهم راح نمشي عند عمر. راح يساعدنا عمر. الكلب عنده سترنا متاع ديفل فروت. راح نستخدم ديفل فروت مو مشكلة. اوكي قلتي راح نكتب قلتي كمان ونشوف. للحين 70 هذول راح يجي. للحين راح يجي الشخصية تاع الاساس. اوكي اوكي ولا شيء. او ماي جاد ولا شيء. لا 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 رحنا في داهيه. اصدقاء رحنا رحنا في زاهيه. الحين راح ناخذها 100%. الحين راح تجي 100% لانه 80 طمن على الشخصيه الكلبيه لاننا عايزين نعمل عليها فيديو. او وين الشخصيه؟ بالطبع وين الشخصيه؟ واتش زين عشرة. راح نستعمل بواحد بواحد. اري دري ده. او ماي جاد ولا شيء اخرى. نقطة اخرى. ولا شيء. او ماي جاد نقطة. ولا شيء. برو الحين التكترابة. ما عايز اعمل سكيب علشان نشوف الصم يعني الانيميشن بتاعه. اخيرا شوف الكلبي. شوف ما شاء الله بيتان. نعمل اوكي الفروت. ناخذ الشاردز للحين. تعال نجربها. نجرب الشخصية الكلبية اللي اخذت منا نقودنا كلها. كنت عايز تجيني يعني في 40 علشان ما استخدم الديفل فروت. بس للحين استخدم الديفل فروت وما راح اجيب شيء كيف في الحساب. سو عمر انا جايك. اوكي اوكي سكيل. اوكي شلد احمر. عندك كتير شلدات احمر هنا. وحتى سكيلات عندك كتير سكيلات. اوكي هادي سكندري. اوكي للحين رجعت. شو راح نعمل الحين؟ الو اوكي كيف راح نتحول؟ يو وينو سكيل؟ وات
لازم تعمل واش؟ اوكي كما تشوفون عندك كثير سكيلات بالشيلد احمر. اوكي كثير سكيلات عنده. اوكي لازم تستخدم الدوج علشان تستعمل. والله ما بعرف. اوكي واه تريد المود متاعها يعني غريبه كثير لما تتحول. صوت مرة كثير يا صداع راس. اوكي الحين اوه اوكي لازم تعمل دوج وتبقى تبقى كابس ولا شو زيك. كل شيء على الصوت ما شاء الله. أرينسو شخصية لا بأس بها راح عشان اللي عنده ديفل يعني تيكت ليش لا ليش لا ليش لا. تعال نشوف التريد المظلم تاعها. اوكي وين الشخصية تام ترارارا. اوه شو التحول متاعها؟ تسبح تسبح مرة كده أحسن كده أحسن. التحول مريب كده أحسن. ما عايزين 6 ستارز إحنا. أوكي 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 شخصية كما شفتوا جربناها شخصية حلوة كتير عندها شيلدات كثيرة عندها سكيلات كثيرة. بس ما بنصحكم تجيبوها علشان زورو قادم وكما تعرفون أظن إنه زورو راح يكون تيكت لأنه زورو الأولاني يعني لما كان في وانو زورو الأول ما كانت عنده سكيلات كثيرة يعني وسكيلات يعني فخمة وكذا حاجة. زورو للفيز الثانية لما كان مع كايدو وبيج موم يعني أصبح حاجة أخرى يعني كما شفتوا الهدوم تاعه تغيروا وكذا حجر. سو اظنهم راح يحطوا هذا الزورو بالتيكت وزورو الاخر راح يحطوه بالديفل فرو. سو الناس اللي عايزه تعمل سيف عشان تاخذ شخصيه زورو هو الباقي في الباتش الجاي. سو اعملوا سيف يعني الناس اللي عندها تيكتات كثير يمكن تمشي على التي مره حلوه سكيلاتها حلوه كثير عنده شيلدات كثيرة راح تكون او بي في الارينا في البي في بي طار الاونلاين. بس كما تعرفون لما تكون الشخصية يعني او بي كثير وكذا حاجات الثانيين يتكلموا مع الديفز ويقول لهم يعني هذه الشخصية او بي لازمها نيرف ولازمها نيرف. سو بيعملوا لها نيرف بعدين. بس ما اظن راح تاخذ نيرف لانه شيلداتها شوية يعني الدوريشن بتاعها يعني المدة تاع الشيلد بيكون قصير علشان كذا ما راح ما اظن راح تبلع نرف يعني في الايام القادمة. بس ما بنصحكم تجيبوها هذا كل شيء. اتمنى يكون عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك فولو والكومنتات وراح نجربوها في البي بي بي ان شاء الله ونعمل عليها فيديو.